استهداف النظام السوري للإعلاميين مستمر لإسكات صوتهم ومنعهم من تصوير انتهاكاته وخروقاته بحق شعبه. آخر ضحايا الإعلاميين كان خالد محمود قبيشو المعروف بإعلامي إدلب. سلاح قبيشو كان عدسة كاميرته حارب بها النظام ووثق تجاوزاته بحق المتظاهرين السلميين. ناشطون قالوا إن قوات أمن النظام اعتقلت قبيشو في إدلب وأعدمته ميدانيا على الفور، ثم دهست رأسه تحت جنزير دبابة. بقتله ينضم قبيشو إلى قافلة ضحايا الناشطين والإعلاميين مثل رامي السيد وسمير شلب الشام والصحفيين الأجانب ماري كولفن وريمي أوشلك الذين قتلوا في حمص، وأحمد عبد الله الذي قتل في الإضمير. إعلاميون وناشطون لم يردعهم بطش النظام وآلته العسكرية من مطاردة دباباته ومدرعاته بعدساتهم من أجل نقل الحقيقة كما هي مهما كان الثمن. حسين الطود، العربية.